وإلى ملفنا الثاني، حيث قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية أن الإمارات حاولت إغراء الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بعرض مالي خيالي مقابل إقصاء النهضة من الحكم ومن الحياة السياسية ووضع حد للتجربة الديمقراطية. وتابع الهاروني بأن السبسي كرجل دولة وطني رفض هذا العرض، وأكد أن تونس ليست للبيع وأنها دولة مستقلة وشعبها حر وتعرف مصلحتها. من جهته هاجم رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني هاجم دولة الإمارات دون أن يسميها، مضيفا في مؤتمر لحزبه أنها تريد أن تتدخل في شؤون المغرب الداخلية وتملي عليه قراراته. وشدد العثماني على أن هناك دولا تحسد المغرب على نجاحاته وتحاول أن تتدخل في ملفاته وتشوش عليه وتهاجم قياداته، قائلا إن المغاربة وقفوا لها بالمرصد. وينضم إلي عبر سكايب للتعليق على هذا الموضوع الدكتور رضوان المصمودي رئيس مركز دراسات الإسلام والديمقراطية من تونس. أهلا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ ما هو تفاصيل هذا العرض الذي قدمته الإمارات للرئيس التونسي الراحل؟ بسم الله الرحيم وشكرا على الاستضافة. هذا العرض الحقيقة تحدث عنه الرئيس الراحل باجي قائد السبسي نفسه في سنة 2015، وكان في حوار صحفي مع الصحفي التونسي المعروف سفيان بن حميدة على ما أظن، وقال له أن الإمارات وعدته أن تمول الاقتصاد التونسي بحوالي 25 مليار من الدولارات على 5 سنوات، شريطة أن يقصي حركة النهضة من الحياة السياسية ومن المشاركة في الحكومة في ذلك الوقت في 2015. ويعني هذا موثق في الحقيقة، وقاله الرئيس الباجي قائد السبسي نفسه، وقال أنه رفض هذا العرض لأنه لا يخدم مصلحة تونس، وأنه أراد أن يجعل مصلحة تونس فوق كل اعتبار وفوق هذه المبالغ المالية التي قدمتها دولة الإمارات للتدخل في الشأن التونسي ولمحاولة إجهاض الانتقال الديمقراطي في تونس في ذلك الوقت، يعني منذ 2015. نعم دكتور، لماذا يثار اسم الإمارات في كل الدول المغربية الآن؟ أين مشكلة الإمارات مع تلك الدول؟ والله في الحقيقة أنه هذا التدخل الإماراتي في الشؤون المغاربية وبالتحديد في تونس أصبح واضحا جدا منذ تقريب 2 أو 3 أشهر، حيث أن هناك بدأت تحركات في تونس في الشارع السياسي التونسي تقودها مجموعات جديدة وغريبة لا نعرفها ولم تكن معروفة على الساحة التونسية سابقا، أصبحت تسمي نفسها جبهة الإنقاذ وجبهة الصمود، وكانت تحضر إلى مظاهرات وتدعو إلى مظاهرات للمطالبة بإلغاء البرلمان التونسي وبغلق البرلمان التونسي. والغريب في الأمر أنه وسائل الإعلام الإماراتية كانت واضحة جدا موقفها الداعم لهذا التحرك أو لهذه التحركات. الحمد لله أن الاستجابة كانت ضعيفة جدا، لأن المظاهرة الكبرى التي كانوا يحضرون لها منذ أكثر من 2 شهر كانت يوم 14 جوان الماضي، ولم يشارك فيها إلا عدد بسيط جدا لا يتجاوز 40 أو 50 شخصا. ولكن فعلا ما فاجأنا ولم يفاجأنا، ولكن الوضوح في هذا التدخل الإماراتي أصبح مفاجئا ومقرفا وواضحا جدا، حيث أن وسائل الإعلام الإماراتية كانت تأتي بهؤلاء الأشخاص يوميا. طيب، ما هو الرد على هذه النقطة دكتور؟ أن وسائل الإعلام الإماراتية تتابع مثلها مثل أي وسيلة إعلام عربية أي حراك داخل أي دولة عربية، وبالتالي هي فقط كانت تنقل ما تقوله عبير موسى وما تعبر عنه جبهة الإنقاذ، لأن هناك دعوات للتظاهرات داخل تونس، يعني هذا ليس دليل اتهام. لا لا لا، يعني الانحياز كان واضحا جدا، والتدخل الإماراتي أيضا كان واضحا جدا،
لم تكن تغطية إعلامية عادية أو بسيطة، أو لأنه نحن نعرف الإعلاميين كيف يعملون وكيف يشتغلون، هم يتحدثون مع كل السياسيين من مختلف التيارات ومختلف وجهات النظر. أما أن يصبح موجها وداعما لخط الانقلابي ولخط الفوضى، هذه وكما قلت عبير موسي هي معروفة من مجموعة المنظومة القديمة في الحقيقة، ولكن هناك أشخاص آخرين دخلوا على الساحة غير معروفين تماما، وواضح أن هناك تنسيق واضح جدا مع دولة الإمارات ومع وسائل الإعلام الإماراتية لمحاولة يعني إظهارهم على أنهم يمثلون معارضة حقيقية وهم لا يمثلون شيئا. هنا أنا لا أتحدث فقط عن عبير موسى، أتحدث عن نعم. الناس الذين تعالوا. طيب إلى دعني أسأل سؤالا واضحا دكتور، يعني أنتم في المشاركة كانت ضعيفة جدا، نعم. لا كما قلت لا تمثل 40 أو 50 شخص، يعني طيب. ليس هناك حقيقة تحرك حقيقي على الميدان. هل مشكلة الإمارات مع تونس والآن مع المغرب، سعد الدين العثماني أيضا يلمح عن تدخل إماراتي في الداخل المغربي، المشكلة هي وصول الإسلاميين إلى السلطة في تونس والمغرب؟ يبدو أنا مقتنع أن الإمارات عندها مشكلتين وليست مشكلة واحدة. المشكلة الأولى هي الديمقراطية نفسها، هي لا تريد للديمقراطية أن تنجح في العالم العربي، وأعتقد أن هذا خوفا على نفسها وخوفا على الأنظمة المستبدة في العالم العربي وخاصة في دول الخليج، ولكن أيضا في مصر، وربما أيضا خوفا على إسرائيل نفسها، لأن الإمارات متحالفة جدا في هذا الخط مع إسرائيل التي تعتبر أن الديمقراطية تمثل خطرا على أمنها القومي. يعني هناك الآن أصبح توجه واضح جدا ضد الديمقراطية أصلا وضد الانتقال الديمقراطي، وأنا يعني مواطن تونسي ولكن أيضا مقيم في الولايات المتحدة لمدة سنوات طويلة، أعرف جدا أن المسؤولين الإماراتيين في أمريكا يرددون كثيرا، وليسوا لوحدهم الحقيقة، الكثير من المسؤولين العرب يعني يقولون نفس الشيء، أن الديمقراطية لا تصلح للعالم العربي وأن العالم العربي غير جاهز للديمقراطية، ولذلك هم يريدون أن يقنعوا الولايات المتحدة والغرب يعني بصفة عامة أن لا يدعم الديمقراطية في العالم العربي على أساس أن العالم العربي ليس جاهزا للديمقراطية. هذه المشكلة الأولى التي عند الإمارات هي مع الديمقراطية نفسها. المشكلة الثانية هي مع ما يسمى الإسلام السياسي، أي الأحزاب السياسية ذات التوجه الإسلامي أو ذات المرجعية الدينية، وهي تريد أن تفشل أي محاولة لإقحام أو لإدخال هذه الحركات في الحياة السياسية. هي تريد أن هي تعتبر أن هذه الحركات هي عدوة لها، وأنا لا أعرف لماذا تعتبرها عدوة، ولكن هي تعتبرها عدوة لها، وبالتالي تريد أن تجهض أي محاولة للمشاركة السياسية للحركات الإسلامية والحركات والأحزاب الإسلامية. طيب أنت ذكرت دكتور أن الشعب التونسي لم يستجب كثيرا لهذه الدعوات، الإمارات حاولت، الإعلام الإماراتي حاول، ولكن لم تكن هناك استجابة شعبية. في مصر على سبيل المثال حاولوا قبل 2013 ونجحوا في إسقاط التجربة الديمقراطية هناك والإتيان بهذا الجنرال العسكري الحاكم الآن لمصر. إلى أي مدى يتأثر الشعب التونسي وحتى الشعب المغاربي بهذه الآلة الإعلامية سواء في الإمارات أو في السعودية ومصر أيضا؟ يعني تأثير، أعتقد أن التأثير لحد الآن ضئيل جدا والتأثير قليل، يعني ليس تأثيرا كبيرا على الشعب التونسي بالتحديد، وأعتقد نفس الشيء في المغرب. لكن هم يراهنون الآن على الآثار الاقتصادية السيئة لانتشار فيروس الكورونا. المتوقع أنه الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي في تونس سيتأثر سلبيا خلال الثلاثة أو الستة أشهر القادمة، كما هو الحال في العالم بأسره. يعني كل دول العالم تتوقع مثلا أن نسبة البطالة ستتضاعف، في فرنسا، في أوروبا، في أمريكا يتحدثون عن أن نسبة البطالة ستتضاعف وأن الكثير من الشركات الاقتصادية ستغلق أبوابها. وأعتقد أن الإمارات الآن هذه تجديد هذه الحملة الآن
جاء في نفس الوقت مع كورونا، مع وباء الكورونا في تونس وفي العالم العربي، وهم يراهنون على أنه هذا الأثار السيئة للكورونا على الاقتصاد التونسي ستجعل الشعب التونسي يثور على الحكومات أو على الحكومة وعلى البرلمان، ويغضب على التدهور الوضع الاقتصادي في بلادنا، وهم يراهنون على هذا الأمر خلال الستة أشهر القادمة. في الحقيقة أنا أعتقد أن الشعب التونسي أظهر الكثير من الوعي، وأنه يفرق جيدا بين مصلحة بلاده أو الخلافات السياسية الطبيعية التي توجد داخل البلاد، وأي تدخل أجنبي، أي محاولة لأي دولة أجنبية تريد أن تعبث بمصلحة الوطن وبالاستقرار والأمن في تونس. شكرا جزيلا لك دكتور رمضان رضوان المصمودي، رئيس مركز دراسات الإسلام والديمقراطية في تونس، كنت ضيفي عبر سكايب. وحلقتنا مستمرة بعد الفاصل، تابعونا.